اليوم رانا في منطقة بومدفع. هذه الأشغال تندرج في إطار مشروع خط السكك الحديدية 5 مليون عفرون. في الأثناء نقوم بفتح شطر جديد من السكك الحديدية يمتد على طول 3 كيلومتر من نقطة كيلومترية 87 إلى غاية نقطة كيلومترية 90+758. لمباشرة هذه الأشغال كان علينا تنسيق مع سلطات مع مصالح السكك الحديدية لمباشرة الأشغال في ليلا في فترات زمنية محددة، وهذا لتفادي مرور القطارات وتفادي الأخطار من جهة، وكذلك ضمان سلامة العمال من جهة أخرى. وهذا المقطع من بين الصعوبات التي تلقيناها في إنجازه أنه مقطع كثيف الأشغال، يشمل عدة ورشات متزامنة، ورشة للسكة الحديدية وفوق عدة منشآت فنية تحتية، منها الممر السفلي لمحطة القطار الجديدة، الممر السفلي للراجلين خارج المحطة للمواطنين، نفق للسيارات، المدخل الرئيسي لبلدية مدفع.